لطالما كانت الطبيعة هي الملهم الأساسي للكثير من اختراعات حياتنا اليومية، الإنقليس الكهربائي أو الإلكتريك إيل هو مخلوق مائي يعيش في نهر الأمازون ويتغذى على الأسماك والحيوانات الصغيرة. هذا الحيوان يتنفس الهواء، أي يحتاج إلى الصعود كل 10 دقائق تقريبا إلى سطح النهر لأخذ كمية وفيرة من الأكسجين. صحيح أن نظره ضعيف، لكن قدرته على إنتاج جهد كهربائي مقداره 600 فولت، أي أكثر مما يمر في قبس الكهرباء بعدة مرات، هو ما أبهر العلماء وألهم العالم الإيطالي فولتا في اختراع البطارية الكهربائية. دعونا نتعرف على تركيب هذا الحيوان الفريد. تتركز أعضاؤه الرئيسية القلب والدماغ والكليتين في الجزء الأمامي من جسده. انظروا هذه الشعب الهوائية التي يتنفس من خلالها. يستطيع باقي جسده من إنتاج الكهرباء باستعمال 3 أعضاء رئيسية، فينتج نوعين من الجهد الكهربائي. الجهد الكهربائي الضعيف يستعمله كالرادار لتحديد موقع الفريسة، فيرسل إشارة كهربائية ضعيفة تجعل جسم الفريسة ينقبض فيحدد مكانها. أما الجهد الكهربائي القوي فيصعق به الفريسة لكي يلتحمها. وسطة خلايا أسطوانية تدعى الإلكتروسايت مرتبة في جسم الإنقليس كما في البطارية تماما. عندما لا ينتج الإنقليس للكهرباء يكون داخل الخلية مشحونا بشحنة كهربائية سالبة. أما عند إنتاج الكهرباء يرسل دماغ الإنقليس إشارة عصبية تسمح بدخول أيونات موجبة للخلية فينتج عن ذلك تيار كهربائي يزداد على طول جسم الإنقليس. الآن دعونا نتساءل، صعقة الإنقليس تقتل؟ الجواب لا، لأنها تحدث في زمن قليل جدا، لكن يمكن أن تسبب الإغماء وحالات الغرق في الأمازون أغلبها بسبب الإنقليس. هل يصعق الإنقليس نفسه؟ الجواب نعم. صحيح أن أعضاءه الكهربائية مغطاة بطبقة دهنية وسميكة، لكن هذا لا يعني أنه لا يتأثر بالكهرباء التي يصدرها. فقد لاحظ العلماء ارتجاف في جسده عند إصداره الكهرباء. هل ألهمكم هذا الحيوان الفريد في ابتكار نوع بطارية جديد أو جهاز رادار جديد؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.